يعطيكم العافية. حضرت اليوم الديفنس ميكانيزم مقدمة عنهم، كيف تطوروا مع الوقت، وشرح عن بعض الديفنس ميكانيزم اللي احنا بندرسها ونتعامل معها. تعريف الديفنس ميكانيزم هي عبارة عن تولز، أدوات تستخدم من الإيجو to manage conflict between demands of the id and restrictions of the super ego. يعني الديفنس ميكانيزم هي وسيلة يستخدمها الإيجو عشان يعمل مانجمنت لها الاختلافات بين الإد وبين السوبر إيجو. عشان نعرف الإد والإيجو والسوبر إيجو بدنا نحكي عن الستراكشرال ثيوري تبعت سيجموند فرويد. فرويد قسم الكونشسنس تبعت الإنسان أو العقل لـ 3 provenances، مش أناتوميكال طبعا، هي عبارة عن تقسيمات ثيوريتيكال. وأول واحد اسمه الإيجو، الإد، بعدين الإيجو، بعدين السوبر إيجو. الإد هو الـ unconscious reserve اللي موجود فيه الـ impulse، الـ drives، الـ instincts، اللي فيها كل الرغبات تبعت الإنسان. الإد يتميز بأنه non-verbal، primitive، بيسك درايفز موجودة فيه. أكثر إشي وصفهم فرويد هم الأجريشن، السرفايفل انستينكتس، السكشوال انستينكتس. وصف البروسيس تبعته إنها برايمري بروسيس أوف ثينكينج، بمعنى إنه بفكر بالحاجات الأساسية، نون لينير، مش بحسبها بالوقت وبالمنطق، وبفكر إنه يوصل للإشي اللي بده إياه بدون كونسيكونسز. طبعا باختصار الإد هو قسمه للإيروس والثانتوس والليبيدو. الإيروس اللي هي اللايف انستينكت، والثانتوس اللي هي الديث، والليبيدو اللي هي السكشوال انستينكت برايمري نارسيسيزم. الإيجو هو الانتجريتر أو الفاصل بين الإد والسوبر إيجو، والسوبر إيجو هو الهاير ليفل أو الجزء من المايند المسؤول عن الاكسترنال رياليتي اللي بتفرج عليها بمنظور بيكون اكثر لوجيكال، اكثر مورال. فلما يصير في رغبه من الاد والسوبر ايجو يعملها ريستريكشن، يحكي انها هاي ان ايثيكال الليجال او غير مناسبه، تيجي وظيفه الايجو انه يعمل مانجمنت بين هذول الاثنين. فالديفنس ميكانيزم هي اشياء بيستخدمها الايجو عشان ينظم عمل هذول الاثنين مع بعض. They defend against feeling of anxiety and unacceptable impulses to maintain self-schema. Self-schema يمكن مرت علينا أكثر من مرة كمصطلح، هو الإشي اللي بنبنى جوا عقل الإنسان، الفكرة اللي بتيجي ثابتة أو بتتغير مع الزمن ولكن بتصير من ثوابت عنده. Self-schema معناها إنه في عندي قانون ثابت، لو أنا إجا عندي external stimulus بحاول يتحدى هذه السكيمة، أنا المفروض إني أتعامل معها عشان ما يصير عندي anxiety. Characteristics of defense mechanism. The defense mechanism unconscious، يعني باستخدامها بيكون مش بالوعي، هي explanatory science أو explanatory psychology، بمعنى إنه أنا ما بفكر شو هي defense mechanism اللي أنا بدي أستخدمها أو بدي أختارها. هي explanation للbehavior، ليش أنا عملت هيك. اختلاف طبعا السبريشن نحكي عنه ان شاء الله بوقته. تشينجبل، هلا المفروض انه الانسان عنده وايد فرايتي اوف ديفنس ميكانيزم، ممكن يستخدم اي واحدة منها. هذه الديفنس ميكانيزم هي ادابتيف بالبيهيفير، او ممكن تكون باثولوجيكال. متى ممكن نحكي عن ديفنس ميكانيزم انها باثولوجيكال؟ لو مثلا صار في عندي certain defenses are being used too much او for too long time، بما يؤثر على الـ ability to deal with surrounding world. وممكن لو كان عندي narrow repertoire بالـ defense mechanism بستخدم واحدة أو أكثر من واحدة ولكن بشكل متكرر، ما بستخدم غيرهم، وهذا نفس الـ attitude دائما في مواجهة أي مشكلة أو أي شيء جديد بيطرأ على الإنسان، أو استخدام الـ immature neurotic بشكل متكرر. طبعا في شيء اسمه defense style questionnaire، هاي موجودة أونلاين، ممكن أي واحد يبحث عنها، بيجاوب على مجموعة من الأسئلة تعطيه قديش هو بيستخدم immature وneurotic defenses وقديش بيستخدم mature defenses. يعني إشي rough estimation، مش إشي دقيق، مش ما بتغني عن المقابلة والpsychoanalysis. Development of defense mechanism
اول واحد حكى بالسايكو اناليسيس كان فرويد. سيجمنت فرويد تحدث عن الاستراكشرال ثيوري والتوبوغرافيك ثيوري اوف ذا مايند، وحكى عن الديفلوبمنت تبع الانسان، وحكى عن الاجريشن، وحكى عن الريجريشن. بعدين اجت انا فرويد، نظمت الكلام اللي كان عند ابوها وعدت 10 ديفنس ميكانيزم ذكرت خلال ابحاثه اللي هو حكى عنها، اللي هم المكتوبين هون، وكل واحد فيهم ان شاء الله راح نيجي عليها على وقتها. انا فرويد كمان عملت تعريف للسيجنال انكزايتي. شو معنى السيجنال انكزايتي؟ سيجنال انكزايتي معناها انه لو الانسان تعرض لموقف خارجي وصار عنده داخليا الانكزايتي بسببه، يعني arises from unconscious fear that the libidinal impulses of the id will take control at an opportune time. يعني انه الاد ممكن يسيطر عليه، فهذا خوف unconscious غير واعي داخل الانسان انه ممكن بتعرضه لموقف معين او في عنده ارج معين طالع من الاد ممكن يسيطر عليه، فهذه signal anxiety، وتعتبر هي الدرايف اللي بتخلي الانسان يستخدم الديفنس ميكانيزم. لكن مش بالضروره انه لو انا طبقت ديفنس ميكانيزم ان الانكزايتي هاي تروح، ممكن انه تروح لو استخدمت ديفنس ميكانيزم، او ممكن انها تزيد، او ممكن انها تظهر على شكل سيمبتومز. برضو انا فرويد كان لها راي انه الديفنس ميكانيزم هاي بتتغير بتغير العمر، بتغير الانتلكتشوال ابيليتي تبعت الانسان. يعني كل ما كان الانسان عم بمر بفترات عمر اكبر ومرحله اجدد، بتغير الديفنس ميكانيزم اللي هو عم بيستخدمها حسب المكان اللي هو فيه، سواء كمان كان نورمال بوزيشن او اب نورمال بوزيشن. فمثلا هي حكت انه الدينايل والبروجكشن نورمال بالايرلي تشايلد هود، لكن لو استمروا بعد هيك ممكن يكونوا باثولوجيكال. برضه حكت عن الريبريشن والسبليميشن، تتأخر شوي لحتى تظهر لقدام، لكن إن ظهرت على بكير بكون إشي abnormal كمان. بعض العلماء اللي عم بيحكوا عن الـ development تبعت الـ defense mechanism هو بيجت. بيجت حكى إنه كل ما صار عندي cognitive development كل ما زاد على الـ defense اللي أنا ممكن أستخدمها، لانه مش كلهم راح يكونوا على نفس المستوى الانتلكتشوال او الفكري. يعني بس ممكن في ديفنسز صعب انه يستخدمها طفل في مراحل مبكره من حياته او ايرلي تشايلد هود، لانها بحاجه لكوجنيتيف ابيليتي اعلى. واحد من العلماء كمان اللي بحث في موضوع الديفنسز واثرها على البيرسوناليتي هو كريمبرجز. كان في ثيوري اسمها اوبجكت ريليشن ثيوري، وهو حكى عن هذه الديفنسز اللي احنا بنستخدمها عشان يوصف البوردر لاين. حكى انه بالايجو سايكولوجيكال اوبجكت ريليشن ثيوري، if the child cannot integrate helpful and harmful mental objects together، يعني child هو صغير ما عم بيميز انه هذا الاوبجكت ممكن يكون helpful وبنفس الوقت harmful. يعني مثلا سكينه ما راح يقدر يميز إذا هي مؤذية أو مفيدة، ما بقدر يأخذ الفكرة أن هذول الثنتين ممكن يتواجدوا بنفس الوقت بنفس الأوبجكت. وكرامبرج برضو حكى أنه الـ primitive defenses اللي بيستخدمهم projection, denial, dissociation, splitting كلهم هذول بيساهموا بتكون الشخصية borderline. من آخر العلماء وأحدث العلماء اللي حكوا عن defense mechanism اللي هو فالنت. فالنت حكى عن الديفنس ميكانيزم انه اماتشور ونيوريتك وماتشور. طبعا هو ما حكى عن الباثولوجيكال، قسمهم بس لثلاثه كاتيجوريز، لكن طلع بنظام احدث سماه ليفلز، ليفل 1 و2 و3 و4. هو حكى انه الديفنس بشكل عام هي ways of managing the anxiety. حكى هو اضاف بعض الديفنس ميكانيزم، واهم شغله انه هو قسمهم لليفلز، الليفل واحد اللي هو اقل واحد والهيلثيست هم ليفل 4. كلاسيفيكيشن اوف ديفنس ميكانيزم، في عندي الماتشور ديفنسز النيوروتيك والكلينيان او الاماتشور. احيانا الكلينيان بسموهم الباثولوجيكال.
مع الذكر انه النارسستيك ديفنسز دينايل اند بروجكشن معظم الكتب تذكرهم مع النيوروتيك، لكن احيانا ممكن انهم يعتبروا من الاماتشور. هلا كديفنس ميكانيزم كسايكايتريست شو بهموك؟ كامتحان بدك تعرف انت كيف ممكن تنسأل عنهم. الديفنس ميكانيزم ممكن انه تذكر ويحكي لك هل تعتبر هي من الماتشور او من النيوروتيك او من الاماتشور. ممكن انه يذكر لك كلهم خيارات كلهم يعتبروا ماتشور اكسبت. ممكن يعطيك سيناريو معين ويحكي لك شو الديفنس ميكانيزم اللي تم استخدامه بهي الطريقه. واخر شيء ممكن يحكي لك شو هم الديفنس ميكانيزم اللي هي ما ابلايد في باثولوجي معينه. راح نشوف امثله عليها. اول شيء الماتشور ديفنس ميكانيزم، الالترويزم، سبليميشن، سبريشن، والهيومر، والانتسيبيشن. اول واحد اللي هو الالترويزم بالعربي اللي هي الايثار. بهمنا واحنا بنحكي عن الديفنس ميكانيزم نتذكر شغله مهمه كثير، انه كلهم انكونشس ما عدا واحده. فلما نذكر مثال على الديفنسز ممكن اي واحده فيهم نحكي انه احنا ممكن نعملها بالحياه الواقعيه واحنا فول كونشسنس واعيين. فمثلا الالترويزم ممكن اني اكون انا عندي بيهيفير الترويستك، يعني فعل ايثاري. متى بعتبر الالترويزم ديفنس ميكانيزم؟ لازم يكون اولا انكونشس، والشغله الثانيه يكون كومبليتلي سيلفلسنس، يعني ما في جين من وراه، حتى لو كان هذا الجين جراتيفيكيشن شعور داخلي. لا، هو بيهيفير انكونشس الانسان بيعمله لمجرد انه هو الترويستك ماتشور بدون ما يكون عنده اي جين من هذا الموقف. واحد من الامثله على الالترويزم انه مثلا انسان بتعامل مع شخص هو بيعرف انه مش كثير بيحترمه او بحبه، علاقته فيه شويه مش زياده لكن بدون سبب. فهو ممكن انه يتعامل معه بطريقه كويسه وطيبه ويعطيه كل شيء عنده، يشرح له مثلا، يساعده، يدله، لكن لمجرد انه هو بيحاول تو افويد انكزايتي اللي متوقعه في يعني موقف مستقبلي. السبليميشن معناها ان انا احول الانكزايتي اللي موجوده عندي حاليا، عندي مثلا مشكله معينه، عندي انكزايتي سيجنال، انا بدل ما اخليها تمشي بالاتجاه اللي هي الاد طلبه مني، انا بحولها بعملها تشانلينج لشيء مور برودكتيف مور اكسبتبل. بذكروا مثال كثير عليها، لما واحد يكون عنده ضغط عمل، يكون عنده مشكله، بيوجهها مثلا انه يلعب رياضه، بعلق كيس بوكسينج. الفكره انه هو بيعمل تشانلينج لهاي السيجنال انكزايتي او لهاي الارجي اللي عنده لشغله مور اكسبتبل. السبريشن اللي هي الكونشس او السيمي كونشس بروسيس اللي انا بعمل فيها تحويل اخفاء لهذا الانكزايتي اللي موجوده عندي. انا ما بعملها افويدنس، ما بتجنبها ولا بتناساها وبمشي بدون ما اعرف تاثيرها. انا كونشسلي واعي انه في مشكله، في شيء بيعمل انكزايتي قاعد، لكن حاليا انا عم بعمل انهبيشن للافكت نفسه عندي، باجلهوش لبعدين، عندي خطه للتعامل معه، ولكن كل الفكره اني ما بدي ياثر حاليا على الوضع اللي انا فيه او على حياتي. الهيومر اللي هو الفكاهه، انه الواحد يعني بيضحك على نفسه، بيعرف انه عنده صار لص معين، خسر شغله، صارت عنده مشكله معينه، حاليا هو ما في بايده شيء يعمله غير انه مثلا يطرح الموضوع بطريقه فكاهيه، لكن بدون ما يكون الموضوع قد بالنسبه للناس اللي حواليه، لا يكون مؤذي لنفسه ولا يكون غريب للناس. يعني الفكره لما انا اميز انه في واحد عنده هيوم عم بيستخدم هيومر كديفنس ميكانيزم، انه الناس عم بيضحكوا معه، متعاطفين معه بس بيضحكوا معه، مش الناس مستغربين، ما بكون اود بيهيفير. لما الواحد يكون عنده هيومر بحول اللص تبعته لسبجكت هو بيضحك عليه عشان يتنساه، لكن الفيلينج لسه موجود جواته. اخر واحده فيهم الماتشور هي الانتسيبيشن، التوقع. لما الانسان يعمل كل شيء عليه، مثلا في upcoming event، upcoming امتحان مثلا، threat معين، هو بيكون ماخذ كل الاستعدادات والاحتياطات، ولكن نفس الوقت بدماغه بحسب ال worst case scenario وبيستعد له. لكن اذا كان الانسان بياخذ ال worst case scenario بدون ما يحسبها بدقه وبدون ما يكون عامل اللي عليه، بتكون اسمها free floating anxiety. فالفكره بال anticipation انه الانسان في عنده توقع لمستقبله، انه جاي عنده مثلا مشكله معينه او في شيء inducing anxiety،
هو بيعمل كل الاستعدادات اللازمه، وبنفس الوقت بيظل حاسب حساب انه لو صار الورست كيس سيناريو شو ممكن اعمل. بنحكي عن نيوروتيك ديفنس ميكانيزم. في عندي مجموعه من النيوروتيك، في اكثر من هذول الموجودين، لكن هذول المور كومونلي منشن بالامتحانات وبالكتب على مستوانا احنا. في عندي اول سنتين اللي هم الانتلكشواليزيشن والراشناليزيشن، حطيناهم جنب بعض قراب من بعض بالمعنى، او ممكن ننسال شو الفرق بينهم. الانتلكشواليزيشن معناها اني انا اعمل تفكير وتدقيق بالتفاصيل اكثر عشان اتجنب الفيلينج تبع الموضوع. معلش بدي ارجع شوي لورا. نيوروتيك ديفنس ميكانيزم بشكل عام سمي نيوروتيك لاني انا الموضوع خارج مني، ما عندي سيطره على الموقف، صار موقف انديوسنج انكزايتي، لكن انا ما عندي القدره على اني اتعامل مع الموقف. وبنفس الوقت عندي انسايت، يعني عارف اني انا متعرض لموقف راح يعمل لي انكزايتي او حاليا انا موجود فيه، لكن ما في بايدي شيء. فهذول يستخدموا عشان اتجنب هاي السيجنال انكزايتي. فاول واحد الانتلكشواليزيشن، مثال عليها واحد حكوا له انت معك سرطان، بروح ببحث بقرا بالموضوع وبياخذ بالتفاصيل وبيخطط للعلاج، هدفه انه هو يركز على التفاصيل الدقيقه ويبعد عن الافكت تبع الموضوع عشان هو ما يخاف او ما يحزن، ما يشعر بالخوف على حاله. اللي جنبها هي الراشناليزيشن، باختصار ببرر لنفسه. تينيجر بيحكي انه انا رسبت لانه الاستاذ بدهوش ينجحني. واحد بيتعاطى بيحكي انه انا ما فيش داعي، انه انا ما عندي مشكله، وانه التعاطي اصلا هذا بفيدني بخليني اركز اكثر، وانه الناس لو تعرف مشاكل بتقول تعاطي عادي. الفكره انه هو بيعطي نفسه المبررات عشان ياخذ يتعاطى هاي المواد او يدخن مثلا بدون ما يحس بالذنب. المجموعه الثانيه اللي هي الديسبيسمنت والاندوينج. الديسبيسمنت باختصار انه لما الواحد يتعرض لضغط من الشغل مثلا، بروح بوجه هذا الضغط ل less threatening object. بدل ما انا مثلا عنده واحد مديره بالعمل صار معه مشكله، صار عنده مشكله من حدا اقوى منه superior عليه ما بقدر يتعامل معه، فبيعمل displacement لهاي الانكزايتي او لهذا الانجر والفرستريشن على اولاده بالبيت مثلا. كان مكتوب مثال عليها، ام تهاوشت مع الجاره مثلا، ولما فاتت على البيت لقت ابنها كب كاسة مي على الارض، صيحت على الولد او عاقبته عقاب اكبر من اللازم، لكن هي فعليا كانت تعمل ديسبيسمنت للانزايتي اللي كانت عندها او للفرستريشن على ابنها. الاندوينج، اندوينج باختصار معناها انه هذا الانسان بيعتقد انه عنده السيجنال انزايتي مش ثابته. هاي الاندوينج اكثر شيء تستخدم بالاو سي دي. طيب المجموعه اللي بعدها الديسوسيشن والريبريشن. الديسوسيشن معناها اني انا بفقد جزء من الوعي، ببعد شوي عن الرياليتي اللي انا موجود فيها عشان اتجنب موقف صعب او انكزايتي بتعرض لها انا. الديسوسيشن يعني بترسم على كونتينيوم، على خط واحد. ابسط الفورمز اوف ديسوسيشن ان الواحد يصير عنده داي دريمينج مثلا، انه يصير يسرح يتخيل ويحلم، لانه هو حاليا عايش في واقع صعب عليه، فاسهل شيء اللي عنده انه هو ينفصل عن الواقع تبعه. ممكن اني ابعد شوي بالبرسبشن، ابعد شوي بالايدنتيتي، ابعد شوي بالميموري، بحيث اني اخذ يعني بريك من الرياليتي اللي هو موجود فيها. الاكستريم فورمز من الديسوسيشن ممكن توصل لمراحل اللي هي الديسوشيتيف فيوج والديسوشيتيف امنيزيا وهكذا، بس كلهم هذول بيكونوا نون باثولوجيكال. الباثولوجيكال ديسوسيشن اللي بيكون في عنده سيلف ايدنتيتي راحت، اللي ممكن يكون اورجانيك، لا، هاي عباره عن ميكانيزم بيستخدمها، ديفنس ميكانيزم بيستخدمها الايجو عشان يبعد عن الانكزايتي اللي هو مش عارف يتعامل معها. الريبريشن بيقارنوها احيانا بالسبريشن. الريبريشن هي انكونشس، وبصير فيها اخفاء لبعض المعلومات الموجوده عند الانسان في ذاكرته، معلومات مؤذية بالنسبة له هو ما بده يتذكرها، بتصير عبارة عن جابس موجودة في الميموري. ايزوليشن او الاسم الثاني اللي بسموها ايزوليشن اوف ذا افكت، ان انا لما اتحدث عن التجربة اللي عم بتصير معي انا بفصلها عن الفيلينج تبعها. مور كومونلي سين بالاوبسيشنز، لما واحد بيحكي عن الاوبسيشنال ثوت اللي بتيجيه
بتكرر كثير، بتكرر كثير. ممكن هاي الامبلسز بالعاده بتكون اشياء مزعجه بالنسبه للمريض، سكشوال ايمجز، ممكن تكون امبلسز بحكي له انه يكفر مثلا انه هو بيصلي او كذا. فهو لما بيوصفها بيوصفها بدون ما يحكي عن الشعور تبعها او بدون ما يظهر عليه هذا الشعور. الرياكشن انفورميشن توصف بانه واحد عنده شعور تجاه شخص او تجاه شغله او تجاه موقف، فهو بيتبنى المضاد، الكومبليت اوبوزيت. يعني مثلا واحد بيكون بيكره شغله، بتلاقي متفاني وكثير مركز بشغله، والرياكشن فورميشن هاي البيسز تبعت الاو سي بي دي، الاوبسيشنال بيرسوناليتي ديس اوردر او التريتس حتى. طيب الكلينيان ديفنسز حكينا اللي بيسموهم فين باثولوجيكال ديفنسز. في عندي السبليتنج والانترجكشن والاومنيبوتنس والبروجكتيف ايدنتيفيكيشن، وحطينا الدينال والجرانيوزيتي على جنب لانه سميناهم هذول نارسيسستيك ديفنسز. الدينايل هو انكار اي حقيقه هو متعرض لها حاليا او اي موقف، انا مش مريض، انا ما عندي مشكله، انا مش مدمن، بينكر المعلومه وخلص بدون اي سبب. والجرانديزيتي نفس الشيء، اعتقاده بانه هو سوبيريور. لما الانسان يحط بموقف هيوميليتنج مثلا مذل او يحس حاله انه هو انفيريور، فهو رده فعله المباشره انه هو يحكي عن حاله لا انا مش هيك، انا سوبيريور، بدون ما يكون في عنده اي ايفيدنس يثبت حتى لنفسه انه هو عنده سوبيريوريتي مثلا، او حتى انه هو اوكي، بس هو مجرد شعور ديفنسيف بدون ما يكون له اي بيسس. السبليتنج زي ما احنا بنتكرر معنا كثير بنعرفه، اللي هو ابيض او اسود، اللي هو ما بيعطي الاشياء بحياته قيمتها الحقيقيه. اذا كان بيحب شغله ايديالايزيشن، بتكون شايفها كلها كويسه وممتازه وبرفكت. اما اذا صار معه اي موقف تجاه اي حدا مثلا حتى لو كان صغير، بيعمل له اكزاجريشن وبنقله للجهه الثانيه مباشره. الانترجكشن برضه من الديفنسز، الكلينين ديفنسز. الاومنيبوتنس، الاومنيبوتنس يعتقد بالعربي معناها الانليمتد باور. انليمتد باور او جريت باور، بكون الانسان يعتقد انه عنده قوه خارقه. فمثلا الأم عندها أو سي دي، هذا المثال أكثر شيء متكرر. أم عندها أو سي دي بتظل تجيها الإمبلس إنها تأذي ابنها، فهي تعتقد لمجرد إنه هاي الإمبلس عم تتكرر جواتها فهي فعلا ممكن إنها تأذي الولد. هذا إشي بخليها منزعجة إنه الأفكار عم تتكرر عندها، ممكن يكون فعلا إنها تأثر على العالم اللي حواليها. طيب البروجيكشن أو البروجيكتيف ايدنتيفيكيشن بيحكي عن إنه الإنسان داخله شعور انه هو مثلا بيكره شخص قدامه، بيعمل هذا الشعور بروجكشن اسقاط على الشخص اللي قدامه، فهو بيصير يحس انه لا هو اللي بيكرهني. فعلا من جوا بكون هو بيكره هذا الشخص، لكن السوبر ايجو بيحكي له انه لا يجوز انك تكره شخص بدون سبب او بدون منطق او بس لانك بدك تكرهه. فالديفنس بيستخدمه الايجو انه يطلع هذا الشعور، يعمل له اسقاط على هذا الانسان ويتعرف عليه، ايدنتيفيكيشن. طبعا لو كان بروجكشن لحالها ممكن تكون اوفر فاليد ايديا، لكن لما تصير لها ايدنتيفيكيشن ويصير يشتغل على اساسها، ممكن انه ياخذ اكت على اساسها، هون احنا زدنا الانتنسيتي تبعت الفكره وممكن وصلت لحد اليوجوال. الاماتشور ديفنسز، الاكتنج اوت اللي هو بيعطي السيطره الكامله للايد، بيعترف انه اي شيء بده اياه بيعمله ما في عنده مشكله. السوماتايزيشن هي لما يتعرض لانكزايتي معينه بتظهر الاعراض عليه على شكل سوماتيك كومبلينز. السوماتيك سنسوري امبليفيكيشن تكون بشكل اقوى، يصير عنده النس انكزايتي، يصير عنده فير اوف سيريس النس او سيريس ديزيز ممكن يكون موجود عنده. الباسيف اجريسيف واحد من الاماتشور ديفنسز، اللي هو واحد بيتعمد انه يخرب عن طريق انه يكون باسيف. يعني مثلا بدنا ان حدا يعمل عمل معين او يتولى مهمه معينه بالشغل، بحكي انا بتولاها، بعدين ثاني يوم بيجي ما بعملها، باذي الكل، باذي مديره، باذي الشغل، باذي الجميع، لكن عن طريق انه هو ما بيعمل شيء. ممكن انه يصير ياخذ اجازات كثير، ممكن يصير هو يتغيب عن الدوام او خلال وجوده بالدوام ما يهتم. الفكره انه هو بيكون اجريسيف، يعني باذي الناس لكن بطريقه قاسيه. الريجريشن
اللي هي التراجع لمستوى بدائي أكثر في مرحلة تطورية معينة. يعني مثلا لو الإنسان تعرض لستريس معين ممكن إنه يرجع لمرحلة سابقة في مراحل التطور، سواء كان intellectual أو behavioral. هاي الصفحة أخذناها من عند الدكتور أسامة، ذاكر فيها كل disorder وشو هم المور كومون ديفنسز اللي بنستخدمها خلال او يعني في هاي الباثولوجي او في هاي التريتس اللي بتكون عند الانسان. مهمه جدا وبيجي عليها اسئله كثير، مش غلط لو نقراها. بضل معلومه بدنا نحكي عنها، الفرق بين الديفنس ميكانيزم والكوبينج. اول فرق بين الكوبينج والديفنس ميكانيزم ان الكوبينج كونشس بروسيس، انا بكون واعي على حالي انا شو عم بعمل عشان اتكيف مع الموقف اللي انا فيه. وبرضه الكوبينج ممكن يكون ادابتيف وممكن يكون مال ادابتيف. ممكن الكوبينج يكون إشي كويس انا بعمله، الهي حالي مثلا اعمل الرياضه لاني عارف اني عم بعمل هيك عشان انتهي عن مشكله معينه عندي. وممكن يكون مال ادابتيف، في عندنا امثله كثير على مال ادابتيف كوبينج، واحد منها السبستنس ابيوز. يعطيكم العافيه.